العد التنازلي لانطلاق بارالمبيات باريس بدأ، وهنا أسود البارالمبية يعدون العدة ويجهزون أنفسهم للنزول بميدان هذا التجمع العالمي الكبير من أجل التنافس والصراع مع المنتخبات للانقضاض على الميداليات التي تعد طريقها صعبا، لكن هذا لا يمنع أبطال العراق من تحدي جميع الظروف للوصول إلى هدفهم. عدد الاتحادات المتاهلة لحد الآن 9 اتحادات، عدد اللاعبين 19 لاعب، 15 رجال و4 نساء. إن شاء الله الاستعدادات ماضية على أكمل وجه. الآن هم المعسكر اللي داخلي بسليمانية من المقرر أن يكون خارجي بتركيا، لكن لقلة الأموال تعرفوا لقلة الأموال تحول إلى السليمانية الداخلي. هذا وصلنا هسه المعسكر ما قبل الأخير، إن شاء الله المعسكر الأخير يكون بتركيا، ومن ثم الذهاب للأولمبيات. الفترة الزمنية الباقية لانطلاق البارالمبيات أصبحت يعني قريبة جدا، فكل كوادر وكل مكاتب اللجنة البارالمبية إداريين وفنيين ولاعبين على أهبة على يعني خطوة واحدة من الاستعداد والعمل الجاري لتوزيع كل مهامنا أو كل شغلات اللي إحنا تمس أو البعثة محتاجتها من ملابس من تجهيزات. كثيرة هي العقبات التي صادفت المتأهلين، لكنهم ساروا برحلة شاقة وطويلة خلال برامجهم التدريبية بدافع الإصرار والتحدي من قبل القائمين عليهم لتكملة المنهاج المقرر لهم. أن من حكومتنا العزيزة أنه ضخنا الأموال حتى نديم عملنا، لأنه واحدة من المعوقات اللي صارت عندنا قللنا فترة معسكر الخارجي، كان 15 يوم صارت 10 أيام في تركيا، وهذا يأثر على اللاعبين، فاضطرينا أنه يكون البديل هو معسكر داخلي في محافظة في العاصمة بغداد. الحمد لله استعدادات جيدة للأولمبيات باريس، وحاليا أنا داخل معسكر داخلي ببغداد، وأتأمل إن شاء الله أنه أحقق ميدالية بهذا المحفل العالمي وأرفع اسم العراق، وإن شاء الله أكون قد ثقت اللجنة وقد ثقت الجماهير العراقية. مسيرة من باريس يسعى ويعمل عليها اللاعبون لكتابة جزء جديد من الإنجازات، كما فعلوها ببارالمبيات سابقة بقيت مدونة بصفحات تاريخهم المشرف الذي يتباهى به الكل. رغم المتاعب والعراقيل التي رافقت المنتخبات المتأهلة إلى البارالمبيات، إلا أن أنظمة العمل المتقنة والصحيحة كانتا كفيلة في إيصال اللاعبين إلى ميناء باريس. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.